دلوقتي معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أستاذ دكتور محمد أيمن عاشور. هلقي إشارة البدء للسباق. طبعا المسابقة دي دراج ريس، ده واحد من ثلاث مسابقات، في مسابقة اتعملت الصبح وده الدراج ريس دلوقتي، وبعد كده هيبقى عندنا مسابقة تانية. فأستاذ دكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عايزين تحية كبيرة يا جماعة من جامعات مصر كلها. ونرحب بمهندس محمد عبد العزيز. باشمهندس محمد، احنا اول لفه في السباق دي كام عربيه؟ 22 عربيه بيمثلوا 22 جامعه للدايناميك ايفنت. يمكن السنه دي عندنا ثلاث فئات للمسابقات. النهارده اللي احنا بنشوفه دلوقتي اللي نجحت ان هي تعمل عربيه لغايه الاخر، معانا برضو 14 عربيه او 14 فريق. دكتور أيمن عاشور طبعا هيبدأ يدي الفلاجينج للتيمز عشان تتحرك. حاجة ولا الفورمولا 1؟ كانت الفرقة تتقدم دلوقتي. المفروض اللفة وقتها قد ايه؟ على حسب السرعة يعني. الراجل عمل خلاص. طب يلا. طيب. انت انطلق. المفروض بقى تنطلق دلوقتي أول لفة من السباق. تحية كبيرة يا رجالة اللي في المدرجات. عالم خيالي فيه اللي بتتمنى، هتقضي وقت وعمرك ما هتنسى. السماء عالية والبحر موجه رايح جاي، والجو يسحر ملهوش زي. عالم له حكاية غير أي حكاية، جمادة معدة ده العالم عالمين، وفي كل حتة هتلاقي متعة روقان وفرحة ملهوش. باشمهندس محمد، دي كده لفه استعداديه لبدء السباق، مظبوط كده؟ اه بالظبط. احنا التراك اللي هيبدا دلوقتي هو الدراج ريس او الاكسلريشن. هتبدا العربيات هتاخد بس اول لفه، وهتيجي اول عربيتين، العربيه رقم واحد اللي تمثل العاشر من رمضان، والعربيه رقم اثنين اللي هي تمثل جامعه حلوان فرع المطريه، هيقفوا على الستارت لاين وهيطلعوا قدام بعض دراج ريس. دراج ريس ده عباره عن العربيتين بيقفوا على نفس الستارت لاين، بيعملوا اكسلريشن تيست لمسافه 75 متر، وبعد كده بيقفوا، بعدين يجي عربيتين بعدهم وعربيتين بعدهم، وبعدين نبدا نحسب الوقت لكل عربيه، واللي بيكسب السباق ده هو اسرع عربيه قدرت تمشي 75 متر وتقف بامان. يعني اللفه الاستعراضيه دي غرض منها الورم اب، ان هو يعرف التراك عامل ازاي بالمنحنيات بتاعته بكل تفاصيله، صح كده؟ بالظبط كده، بالظبط كده. والشباب النهارده الصبح كانوا بداوا برضو يعملوا الاوتو كروس، فعندهم شويه، بس النهارده اول مره يسوقوا بالليل، فلازم نديهم الفكره ان هم يعرفوا التراك عامل ازاي بالليل، ودي ده الهدف من اللفه اللي هم بيعملوها دلوقتي. يعني العربيات دي كلها الشباب هم اللي مصنعينها، صح؟ اه بالظبط. يعني يمكن زي ما قلنا ده الموسم الخامس، الحمد لله في طبعا فرق بالنسبه لهم اول مره السنه دي يحضروا الريس معانا، لكن احنا معانا 18 او 17 فريق موجود من قبل كده، حصل عندهم تطور جامد. الفرق دي كلها بانيه العربيه زي ما بيقولوا من وايت بيبر، يعني من ورقه بيضاء. كل اللي احنا كاداره مسابقه بنعمله ان احنا بنحط لهم شويه رولز. الرولز دي هدفها السيفتي للولاد، وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نعلمهم ازاي نقدر نبني عربيه فروم سكراتش. بنديهم شويه كده دايمنشنز معينه يرسم العربيه بتاعته، بقيه الحاجات الباقيه كلها هم اللي مصممينها وهم اللي مصنعينها في مصانع مصريه. طبعا مصانع كتيره جدا ساهمت معانا، وعلى راسهم الهيئه العربيه للتصنيع، يعني من الداعمين المهمين لينا للتصنيع بتاع العربيات دي. التطوير بقى بتاع العربيات، يعني المراحل اللي جايه في تطوير العربيه ان هي تكون بكفاءه افضل، ده بيتم ازاي؟ طبعا زي ما قلت هو في بعض الفرق قديمه شويه، يعني بقالها معانا كتير، فبنقدر نديهم اكسرسايز اصعب شويه.
يمكن المرحلة اللي جاية ان احنا بدأنا نبص على البطارية وتجميع وتصميم البطاريات الليثيوم، ويمكن ده من الحاجات اللي هي ليها فيوتشر مختلف في مجال صناعة السيارات، وده اللي بيخلي مثلا دولة زي الصين متقدمة جدا في صناعة السيارات بسبب إمكانياتها في تصميم وتصنيع البطاريات. طيب احنا دلوقتي هنبقى مع اول عربيتين بيتسابقوا في الرالي، صح كده؟ ماشي، عايزينهم بقى يروحوا يقفوا عند الستارت لاين. يا جماعه فين الستارت لاين؟ هنا عند كلمه ايفر. بعد اذنكم يا جماعه الساده المنظمين على الارض، البدايه من عند كلمه ايفر هناك بالنسبه لاول عربيتين اللي هم 1 و6، صح؟ 1 و2 6 1 و6 1 دي العاشر من رمضان، و6 جامعه حلوان فرع المطريه، صح كده؟ طب جامعه و6 هذاكر. طب 6 يا جماعه، طيب عايزين نعرف 6 جامعه ايه، عشان لو الناس اللي جايين معاهم من جامعه العربيه رقم 6 مش هيشجعوا، مش هنبتدي السباق. جامعه العاشر من رمضان فين؟ الله عليكم. طب تاني كده عشان الراجل بتاع العاشر من رمضان مش عايز يبتدي السباق غير لما يسمع تشجيع منكم.